وقع مئات العمال بشركات الحديد والصلب حلوان والتبين مجلدا لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعنوان شكرا قائد الإنجازات. وقد أعلنت اللجان النقابية للعاملين بشركات الحديد والصلب حلوان والتبين تأييدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة. وقال رئيس اللجنة النقابية بشركة الكوك خلال المؤتمر العمالي المقام بنادي العاملين بشركات الصلب حلوان إن عمال حلوان يدعم يدعمون الرئيس السيسي لحرصه على الصناعة والعمال وتأكيداته الدائمة على رفع مستوى المنتج المصري ووضعه على خريطة التصدير.